السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في فيديو النهاردة بإذن الله أنا جايب لكم فايدة عظيمة جدا جدا جدا، عبارة عن صورة قصيرة معجزة. هذه الصورة بإذن الله بتكتبها في أواخر رمضان على ورقة بيضاء وبتحملها معك، وبإذن الله هتفيدك هذه الورقة إفادات كثيرة جدا. فمن الإفادات التي ستفيدك فيها هذه السورة المهابة، الهيبة والقبول. دي فايدة عظيمة جدا 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 في هذه السورة. لو أنت عايز الناس تعاملك كويس، عايز يبقى عندك نفحة روحانية أو قوة روحانية بحيث أن أنت تبقى شخص عندك مهابة في قلوب من يراك، فبتحمل هذه الورقة معك بهذه النية. وأيضا لو أنت كنت عايز تقضي حاجة معينة أو رايح لهدف أو كده، برضه بتكتب هذه السورة القصيرة على الورقة بهذه الطريقة وبتحملها معك أينما ذهبت، بإذن الله حاجتك هتكون مقضية. ومن الفوائد والثمرات الكثيرة الموجودة في هذه السورة، طول ما أنت حامل هذه الورقة بإذن الله هتبقى في معونة الله عز وجل وفي حماية الله عز وجل من السحر ومن الحسد، الاتنين دول، من السحر ومن الحسد. لو انت خايف ان حد يعمل لك سحر، او خايف ان انت تبقى محسود، او حد يحسدك حتى، او حد يديك طاقة سلبية، فبتحمل هذه الورقة معك وانت بتجد الفرق. وايضا هذه الفائدة وهذه السورة ايضا يعني هي سورة، طبعا هي سورة القوثر، لها ثمرات وفوائد كتيرة جدا. وسورة القوثر دي يا جماعة اتكلم عنها علماء كثيرين حول أسرار هذه السورة وفوائد هذه السورة، وكيف أن هذه السورة مفيدة جدا في جلب الرزق وفي زوال الهم وفي تحقيق الأمنيات وفي قضاء الحوائج وغير ذلك من فوائد وثمرات كثيرة جدا بتحققها لك هذه السورة. بمجرد أن تلجأ لله عز وجل بقراءة هذه السورة بتشوف المعجزات بإذن الله. فهنبدأ بإذن الله ونسمي الله ونبدأ في ذكر الطريقة والتفاصيل. بس قبل ما أبدأ يا أحبابي في ذكر الطريقة، أتمنى لو أنت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو أنت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك وادعي لي ده في طلقات بالتوفيق. ويلا بينا يا أحبابي نسمي الله ونبدأ في ذكر التفاصيل والصورة بالكامل بإذن الله. طبعا الصورة اللي هكلمكم عليها النهاردة زي ما قلت لكم هي صورة القوصف. لما تكتب حاجة على الورقة، قبل ما تكتب حاجة على الورقة عايزك تقعد وبتبقى متوجه للقبلة وبتعمل حاجتين. اول حاجه باذن الله ان انت بتقوم باذن الله بقول هذا الاسم العظيم وهو اسم الله تعالى المعطي، بتقول يا معطي 117 مره. بعد ما تقول يا معطي 117 مره بنيجي للخطوه الثانيه، وهي باذن الله ان انت بتقرا سوره القوصر 7 مرات. بعد كده بتجيب، يعني انت كده عملت الخطوتين، بعد كده بتجيب ورقه بيضاء وبتعمل ايه فيها؟ بتجيب هذه الورقه اللي هي الورقه البيضاء وبتكتب فوق البسمله، بعدها بتكتب تحت سوره القوصر مره واحده فقط. بعدها بتقوم بتطوي الورقه، بتطوي الورقه بتقفلها على بعض وبتضعها في جيبك او في محفظتك او كده. وعلى فكره الورقه دي انت ممكن تحملها لمده 21 يوم، ممكن تحملها لمده اكتر، فبتحمل هذه الورقه معاك وباذن الله بتشوف الخيرات والبشائر والمعجزات الكثيره جدا على حياتك. فبس كده يا حبايبي يكون الفيديو خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.